آدامز، أول شركة احترافية معتمدة في الجزائر لبيع معدات تصفيف الشعر والجمالية. آدامز، سعادتك سيدتي. تعشك ويشك ما لقيت وين ندير كاعه، زي عليا قشك اهي العساس. كرهتني في عشك اختي زورتي عيشك، بلشني من جيبك نعيش ولا باس. ماما اهدر لي يلا اهدر، شوف لي قول ماما، قول لي قول ماما ماما، حل فمك اهدر اهدر ماما، شوف لي ماما. عمرنا بابا تم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وين نقدمك صاحبي؟ خويا إلا تعرف ميكانيسيان مليح راني حاصل. والله نعرف واحد. لا واش خاصك؟ إيه وقيل لاكي لاس دارتها. إيه لاكي لاس طول لك. أها. الله. بصح عندي صاحبي ياسين دوك نقدمك ليه إن شاء الله. يخدم مليح. يطير الله يبارك. أي على بركة الله. إن شاء الله. إن شاء الله نفيدوا المستمعين والمستمعات في هذه الأمسية السعيدة. شكرا دكتور ونستقبل اول اتصال. الو نعم. الو السلام عليكم. اخويا حبيت نشارك برك معكم في حصه البيت السعيد. مرحبا سيدتي. والله يا اخويا واش نقول لك، نغتنم الفرصه مادام الاخصائي النفسي يعني راه موجود يحل لي واحد المشكله راهو عندي، راهو مأرقني في داري. ايه هذا اختي راني في الاستماع تفضل. اخويا حبيت نوضح لك، شوف انا نختصر لك المشكله اللي عندي. انا ما دام لحقت اني نسمي الزوج تاعي في البورطابل الحقار لا حول ولا قوه الا بالله. معليش الاخت تقول لنا الاسم الكريم باش نقدر هكذا نجاوبك على انا اسمي مرت العش. واخا جبت اسمه في الاذاعه مرت العش، هكذا راجلك اسمه زوج. ايه راجلي واسمه العش. يعني ما خمت لا عنده اصحاب وحبيب مواليه والو. السيد عنده كبت يتعين لي هكذا وهو صغيرش، ضربوه والله حقروه والله، جاي دوكا يقلب ويغش الصغر جاي يقلبوا فيا. انسان مضطرب نفسيا عنده اضطرابات نفسيه. اخ حول لي حياتي الى جحيم. الله ربي يهديها برك. تهضر على رجل هكذا والله. وش قال اخونا؟ يعني راح تسمعي الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله اخويا شكرا بارك الله فيكم. عندك باللي غسلته وينو في لي ذا صافي با تكون هكذا على بالك. ماشي هكذا حطني خويا لنا حطني عايش. مازال ما وصلنا السيد. انا تفكرت كاين ميكانيسيان في راسي نروح ليه برك. دبر راسك خويا. يا ربي يسامحك. صح اخويا صح. صح. وش بيك؟ لا دخل. السلام عليكم وجهك حل. وش كاين؟ كش ما جبت لنا واش نتعشاو؟ زوج كيلو كبت وقرعة اضطرابات نفسية. واش بيه؟ ضربوني على غفلة وانا صغير. تعرف شكون انا؟ شكون انت؟ الحكا. هاي عندك وما يبشركها واحد ما يصبر لكها، ناس علينا تضحكها كل يوم العرس.